بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخباركم إيه يا شباب؟ يا رب تكونوا حفظتوا النصوحات كويس، لأن أنتم شايفين المنهج الجديد أول درس في جيناتيك إن أنيمالز، درس مليان بس إن شاء الله مع بعض خطوة خطوة بإذن الله رب العالمين هتلاقي الساينس مادة جميلة وسهلة بإذن رب العالمين. امشي معايا واحدة واحدة. يلا جهز لي ورقة وقلم عشان نسمع المصطلحات، وإحنا خلاص عرفنا النظام. تسمع المصطلحات، هنطق لك الكلمة بالإنجلش، اكتبها بالإنجلش والترجمة بالعربي وتكتبها على ورقة. بعد ما اخلص هتجد اسمك ومدرستك وتصورها للموبايل وتبعتها لي على الواتس 010-18-601900. يلا نبدا. يلا جيناتيك تريت امبيريوم ماتينج Animal trait. Placenta. Cell. Offspring. Parent. Spare. Similar traits. دي مجموعة مصطلحات علمية من الدرس الأول جيناتيك أنيمالز. قلتها لكم بطريقة عشوائية، الناس اللي حافظة المصطلحات هيكتبها بكل سهولة ويسر. أول ما تخلص كتاب في المصطلحات إنجليش وعربي اكتب اسمك ومدرستك تحتيها وابعتها لي على رقم الواتس، عشان الاوائل زي ما احنا متعودين هننزل لهم شهاده تقدير باذن الله رب العالمين على الفيس، وتبقى دي حاجه مشجعه للطالب وحاجه مشرفه ليه قدام باباه وقدام مامته وقدام اصدقائه. وانا بحب دايما اسلوب التحفيز ده، هو بيبقى اسلوب كويس جدا لترغيب الطالب انه يذاكر بارادته مش غصب عنه، يبقى دوت حافز وتشجيع ليكم ان لما نزل لك شهاده تقدير على الفيس تبقى مفتخر بنفسك قدام باباك ومامتك وقدام اسرتك وقدام زمايلك وقدام جيرانك كل اصحابك. اتمنى ان الكل يجيب اجابات صح، واتمنى ان نسبه الناس اللي تحصل على شهاده تقدير تكون اعلى من نسبه المره اللي فاتت. وان شاء الله باذن الله النهارده الساعه 5 هنزل لكم كلمات ومصطلحات ليسون جديد في منهج الساينس للصف الرابع الابتدائي. ان شاء الله النهارده الساعه 5 هنزل لكم مصطلحات لدرس جديد في ماده الساينس. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.